كلشي مغاربه كيدايرين ديال لاباس عليكم، معكم اخوكم الى مدينه طنجه. الله يجازيكم بخير اخوتي، الله يرحمكم الوالد. كنطلب منكم جوج العمليات، العمليه العائله عندها عام عندها اذا فرق في الصاله ديالها في الغوط ديالها، وعندي الزوجه ديالي عندها الله يرحمها في الغوط، دابا خصني جوج مليون و 700. كنطلب منكم الله يرحمكم والدي، ما بغيتيش حاجه، بغيت غير العمليه العائل والعمليه المال. الله يرحمكم والدينا اخوتي، الله يجازيكم بخير. واللي ما بغاش حتى كي يجي عندي طلب البيض نعطيه وقت ديال العيله ولا ديال الجون يشتي بيض يتاكل ويشتي تلك مني. دابا كنطلب منكم جوج العمليات، الله يرحم والدينا اخوتي. راه قضيه واصله عندي العظم مار، كنت عندي شهاده بين ندير العمليه والله ما نعيط على شي واحد، ولكن جنوي راه واصله من العظم. راه قضيه عندي العيله مكلفصه هي وامها، والله العظيم راه قضيه مكلفصه بجوج، وكثر هي العيله مسكينه ما تتنعس ما تتشوف. دابا كنطلب منكم جوج العمليات، الله يرحم والدينا اخوتي. فما تنقلش نشوف فيها كيف مسكين، والله العظيم لا مكلفصه بزاف اخوتي. الله يجازيكم بخير، لما صمت تعاونوا معايا تعاونوا معايا، راه عندي جوج العمليات اخوتي الله يرحمكم والدي. سنين دابا هادي مسكينه مكلفصه بيا، مسكين عندها التهالي ديالها عندها كلشي ديالها. تيقول لها دابا خصك العمليه، تيقول لها دابا خصك دير العمليه، تيقول لها دابا خصك دير العمليه، ما درتيش العمليه في الطرف تموت في اقرب وقت. تقول لها على حسب عندك الحجر غليظ. دابا تنطلب منكم اخوتي المغاربه تعلموا معايا، الله يرحمكم والدي، لا خارج الوطن ولا دخل الوطن، الله يرحم الوالدين اخوتي. بجوج بمليون و 700، مع بعضياتهم بجوج، العيله ولا المرا؟ العيله مسكينه عندها الفرق، خصها 12000 درهم، مليون و 200، والمرا تاني خصها مليون و 3000 درهم، عندها المرا فيها الحجر، وراه الحجر عندها غليظ في المرا، نفس السنه بجوج. دابا عندي راه سيد العمليه بجوج، عندي راه سيد العمليه بجوج. دابا تنطلب منكم اخوتي المغاربة تعاونوا معايا، الله يرحمكم والديكم. والله ما عنديش هذا باش ندير لهم العملية، قضية راه واصلة الله العظيم مال، كنت هادي شحال باش ندير العملية والله ما نعيط على شي واحد ولا لا، ما عنديش ام مال. تقول لي عندك مؤشر طالع، وانا ما عنديش كاع. تقول لي عندك موطور، عندك باسبور، عندك كلشي، ولكن ما عنديش حاجة كاع، والله العظيم ما عنديش مال. دابا تنطلب منكم ما هو اخوتي المغاربة، الله يرحمكم والدي اخوتي. اللي بغا يتاكد يجي عندي ترضى بيده ويشوف حالة بيده، لا المرأة ولا العيلة، الله يرحم الوالدين اخوتي. الله يجازيكم بخير، اللي بغا يتواصل يجي عندي حتى الدار بيدو، انا ما هربت نمشي عندي، بغا يتاكد يجي عندي نعطيه الوقت العيلة ولا طلب ما يشد يدو يتركني ويتاكد بيدو. دابا تنطلب من المعاونة، الله يرحم الوالدين اخوتي المغاربة، الله يرحمكم الوالدين لا خارج الوطن ولا داخل الوطن، الله يرحمكم الوالدين في هاد العواشة. لا والو، العائلة كاع ما تعاون العائلة، الله يعين. لا والو كاع ما تعاون العائلة، لا والله عندي العائلة أنا ويا شي ثلاثة خويا أنا متنقول كاع. واحد تيقول لك راسي يا راسي مال، لا عمري من مويا تاني عندهم أصحاب النقاب ما تشتي عندهم حسن، السلام عليكم خطيب وي تيفوت بحال ما عطيك توقف اللي وقف معاك اللي يقول لك شكون انت، من الأحسن يرسع منهم. دابا تنطلب من خوتي المغاربة تعاونوا معايا، الله يرحمكم والدي، الله يجازيكم بخير اخوتي. دابا تنطلب منكم ما هو الا الله يرحم والدي، اللي بغا يتاكد يجي عندي حتى الدار بيدي، ما كرهتش اختي ما هو الا بغيت نحيد على العملية العيلة ولا ما هو خاش ربعة كيف زعما بركة عليهم ما خصنيش شي مشاكل. هادشي اللي تنطلب، تنطلب حتى شي حاجة اخرى، الله يرحم الوالدين وسمحوا لي بزاف غادي تما اليوم. الا بغا شي واحد يتعاون معايا، الله يرحم الوالدين اخوتي، الرقم ديالي غادي نخليه تما كاين في الشاشة. لو بغا شي واحد يتعاون معايا اتصل بيا، الله يرحم والدي، يجزيكم بخير اخوتي. ما تنطلبش شي حاجه، تنطلب جوج العمليات، العمليه المال العمليه العين. ولا بغا شي واحد يتواصل معايا هاد التليفون ديالي غنكتبو تما كان تواصلوا معايا، الله يرحم والدينا اخوتي. 07 75 07 44 82، الله يرحم والدينا اخوتي. اللي بغا يتواصل معايا يتواصل معايا، ولا يجي عندي ترضى بيدو، الله يرحم والدي. لا ما عمل كل شيء عمل يوم مسكينة، بقى العلم عم بقى هكا من اللي خلقت مسكينة، بقى قال لك عندها الفرق فايتة وحدة أخرى خلقت لي وحدة أخرى قبل مني، وضربت أربع سنين هذا عملت لها العملية، يعني 12 درهم ثاني عاود عملت لها العملية، ودابا ثاني عاود قال لي ثاني خصك دير لها العملية في حلقتها، مازال بقى عندي التصاور ديال خاطرها وعندي كل شيء. دابا أنا بغيت ندير لها العملية العيلة ولا ما بغيت حتى شي حاجة، ما تنقلبش على شي حاجة، بغيت على العملية المال العملية العلم، ما تنطلبش شي حاجة. الله يرحم الوالدين اخوتي، الله يجازيكم بخير وسمحوا لي بزاف قدرتكم معايا.